وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فروينا بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وكذلك روينا بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه عن شيخه الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن راهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكذلك روينا بأسانيدكم، يعني الكتب كلها كما وقع لكم من شيوخكم الكبار. والآن معي طلاب وكذلك شيوخ وأساتذة من بريطانيا، من المملكة المتحدة، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد، وكثير منهم طلاب يدرسون العلم الشرعي في معهد السلام في بريطانيا، في لندن وفي أوكسفورد. والحمد لله قد تخرج كثير، عدد كبير منهم علماء وعالمات من هذا المعهد رجالا ونساء، وكثير منهم ما زالوا متعلمين. ومما يأخذون في هذا المعهد هو علوم اللغة العربية والعلوم الدينية الإسلامية من قرآن وحديث وفقه، وعلوم القرآن وعلوم الحديث النبوي الشريف وعلوم الفقه والتاريخ الإسلامي وغير ذلك من علوم. والحمد لله معهد السلام قد قام بتنسيق دورة تدريبية لهم من خلال زيارة لبلاد العالم الإسلامي، وهذا العام الحمد لله تم اختيار بلاد المغرب. فالحمد لله جئنا لزيارة قصيرة إلى هذه البلاد لمدة 13 يوما، وقضينا من ذلك 6 أيام في مدينة الرباط، وقضينا 6 أيام في مدينة فاس. والحمد لله كانت هذه الأيام حافلة بالنشاطات العلمية وكذلك لقاءات العلماء والشيوخ وزيارات المراكز الإسلامية، كما تشرفنا كذلك بلقاء معالي الوزير وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما كان لنا كذلك استقبال رائع في المجلس العلمي الأعلى في الرباط وكذلك في الرابطة المحمدية في الرباط، ثم كان لك استقبال في جامع القرويين في فاس وكذلك في المجلس العلمي الأعلى في فاس. فالحمد لله تشرفنا بلقاء العلماء وكذلك العالمات في هذه الرحلة، والطلاب الحمد لله فرحون. واليوم يعني مما يزيدنا سعادة وسرورا أن تشرفنا بلقائكم وبزيارتكم في هذه المدينة. والشيخة الحاجة باهية القطبية هي من أقدم نساء المغرب تعلما ودراسة، يعني إنها أخذت العلم الشرعي في عهد لم يكن هناك العلم الشرعي معروفا عند النساء. وأنا حضرت هذا المؤتمر في العام الماضي في الرباط، حيث تحدث كثير من النساء لما كنا صغيرات لم يكن يسمح لهن بيتعلمنا، حتى كان إخوتهن يتعلمنا في المدارس، أما النساء فكنا ممنوعات من الدخول في المساجد للدراسة والعلم. وهذا إنما أصبح شائعا الآن في المغرب، ولكن الحاجة بهية قطبية هي ما شاء الله أخذت العلم الشرعي قديما جدا، والآن عمرها أكثر من 100 سنة وسبع سنوات، أليس كذلك؟ نعم، أكثر من 100 سنة وسبع سنوات. وأنا الحمد لله تشرفت بلقائها في العام الماضي في شهر نوفمبر بمناسبة عقد مؤتمر عن النساء الرائدات نظمتها الرابطة المحمدية في مدينة الرباط.
فحضرت لدى الشيخة وتحدثت معها ومع أهلها ومع بناتها وكذلك أهليها، والحمد لله انبسطوا لنا. ثم أنا قرأت عليكم الحديث الأول من صحيح البخاري في الفندق، واستجزناكم لنا ولأولادنا وأنتم أجزتمونا، والآن معكم هؤلاء الطلاب والطالبات كلهم موجودون، فنحن نريد منكم أن تجيزوا لهم ولهن إجازة عامة لهم ولهن ولأولادهم وأزواجهم وأخواتهم وإخوانهم يستحقون كل ذلك إن شاء الله. فنريد منكم أن تلفظوا الإجازة، تقولون أجزتكم. نعم أجزتكم، تقبل الله تعالى وأجزتم كذلك، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أجزتم أولادنا وأجزت أولادكم كذلك. ولو كان منكم كلمة صغيرة نصيحة للطلاب، نصيحة للطلاب حاجة. نعم كلمة صغيرة نصيحة. نعم ما هي نصيحتكم لنا؟ نصيحة دينية. نعم جزاكم الله بخير. يعني النصيحة اللي حبيتنا نقدم لكم هو أنكم تكونوا أخوين، يعني اش بغيت نقول، يعني تكونوا أخوين يعني متحدين. جميل ما شاء، جميل ما شاء، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. وكذلك أطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفق هؤلاء المحسنين والمحسنات. قال يقول الله احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الإنسان إنسانه. احسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسانا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وأنتم كذلك يرجع الشكر لكم، وتكونوا كل أخوين يعني متحدين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فالحمد لله الشيخة الحاجة الحمد لله أجازت لنا، وهذه مفخرة كبيرة أن تحصل لنا إجازة من شيخة عالمة حاجة وصاحبة خير وفضل. يعني هناك من العلماء يعني لم يجمعوا بين هذه الفضائل، وهي ما شاء الله جمعت بين العلم والفضل والتعليم والإحسان. فالحمد لله نحن عندها الآن. وأني في تاريخ الإسلام هناك نساء مثل معمرات ولكن قليلات جدا، ما شاء الله الآن عندنا نحن أمام امرأة جاوزت 100 سنة، جاوزت قرن من الزمان، وهي أوصتكم أجازتكم وأجازت أولادكم، وأوصتكم بأن تكونوا إخوة وأخوات متحابين في الله. واستوصوا بالنساء خيرا. نعم جميل أحسنتم. فأول شيء الآن في العالم الإسلامي المسلمون يتحاربون فيما بينهم، وهي تعرف الفتن، فتريد أن نكون إخوة متحابين. أحيانا هناك كراهية من المسلمين من أجل المذهب، من أجل الأفكار، ومن أجل الاختلافات، تريد منا أن نكون إخوانا متحابين. ثم بعد ذلك هي قالت أحسن إلى الناس، هي قرأت بيتا من الشعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسانه، الناس يستعبدون الناس، ولكن إذا أنت أحسنت للناس تستعبد قلوبهم، القلب يكون عبدا. ثم هي بأنها امرأة فتعرف يعني شأن المرأة، والنساء في العالم الإسلامي وفي العالم كله مضطهدات مظلومات، فهي يعني لها وصية للرجال استوصوا بالنساء خيرا، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني استوصوا بالنساء لأنهن ضعيفات وأحيانا لهن عاطفة لأنهم يربن أولاد، وكذلك يعني لهن رعاية البيت والإشراف على الأسرة. فلا بد للرجال أن يستوصوا، أن يقبلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعاهد بالناس، يعني في أن يكونوا يعني محسنين إليهن.